لماذا هذا التقرير؟ نعرفوا بأن الوضعية في السجون كتثير الاهتمام والانشغال ديال مختلف الهيئات الحقوقية، سواء على الغير الحكومية أو على المستوى منظومة الأمم المتحدة في الآليات ديال التتبع، نظرا لكون هذه الفئات تعتبر في وضعية خاصة، أولا محرومة من الحرية، يمكن كاين خطر ديال تعرضها للتعذيب ولاساليب غير لائقه في المعامله، واضافه الى انقطاعها للعالم الخارجي. بالتالي هذا الانشغال اي حدث كيكون صغير كنشوفوه الا وكيحظى باهتمام اعلامي حقوقي الى اخره، مما كيعطي واحد الصوره وكان الوضعيه في السجون هي فقط هذه الاحداث. فهذا بطبيعة الحال كيطرح دائما السؤال، هل فيه تحسن داخل هذه الوضعية؟ قلنا لكي نخرج شوية احنا من هذه المقاربة، عالم السجون هو هذا العالم المغلق اللي فيه كتوصلنا غير الأصداء السلبية عنه، نشوفه من زاوية تقييم ربما أن يتطلب مقاربة أخرى، المقاربة اللي كتخرج من إما وصفي كتعطي معطيات وصفيه وتكتفي بها مع الأرقام إلى آخره، أو المستوى الانشغال فقط من زاوية الانتهاك أو ادعاءات الانتهاكات. قلنا لنأخذ واحد المسافة زمنية اللي كتسمح لنا من خلالها باش نفرزوا مؤشرات اللي يمكن نقيسوا بها مدى التطور أو التراجع داخل هذا الأوضاع. فالمدة الزمنية الجانب الثاني ليكون التقييم من زاوية الالتزامات المغرب والضوابط القانونية المغربية المنظمة لهذا العالم، وكنعرفوا بأنه لأول مرة الدستور المغربي ينص على حق السجين في 2011، ويعتبر بأن من الوظائف ديال السجن ليس فقط العقاب ولكن كذلك إعادة الإدماج كإحدى المهام، كتعبير عن إرادة سياسية اللي ربما ما محتاجاش باش نعاودو ناكدو عليها، الزيارات الملكية للسجون، إحداث مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء إلى آخره. فهاد الزاوية ديال الرؤية وديال التقييم سمحت لنا بالنظر من زاوية أخرى لوضعية حقوق السجناء وللتطور الذي عرفته هاد الأوضاع داخل هاد الفضاء. بطبيعة الحال اللي ما كان شيء يمكن نوصلوا لها لولا التعاون ديال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هنا بطبيعة الحال المعطيات كاينة عند الإدارة، ما كايناش عند شي حد آخر، شي واحد آخر غي دونك من خلال المعطيات اللي توفرت ومن خلال الزيارات، لأن احنا هذه أربع سنين أكثر من أربع سنين وحنا كنشتغلوا مع المندوبية العامة، زرنا عدد من السجون، التقينا أطور، التقينا جميع مدراء السجون، جميع الأطباء العاملين في السجون، عدد من الأطور على مستوى الجهات من خلال ورشات، من خلال الإنصات كذلك اللي نظرتهم لواقع السجون ومعاناتهم في داخل الأداء ديال الواجب ديالهم هناك. دونك هذه التراكمات كاملة سمحت لنا باش نقتحموا هذا العالم اللي بطبيعة الحال ممكن نقولوا من الزاوية الموضوعية، أن أي واحد هو يدير تقييم خصو يكون تقييم شامل، أي فيه ما يتحقق وما هو خصاص في هذا الواقع، وهذه هي المنهجية ديال الأمم المتحدة، الآلية ديال الأمم المتحدة لابد أن تسجل أن هناك تطورات في البلد مهما كانت الأوضاع فيه، أشنا هي الجوانب الإيجابية وأشنا هي الجوانب اللي كتبعث الانشغال. فهذه المقاربة الحقوقية هي اللي مشينا فيها حنايا. بطبيعة الحال التتبع ديال الأوضاع كي ما يمكنش تقول ما كاينش تطور، أولا أنا باعتباري كنت في السجون من قبل، السجون ديال زمن ديال سنوات الرصاص ما عندها علاقة بالسجون الحالية باش نكونوا واضحين، كتدخل ما كيسمى ديك الساعة بالكارتي أوروبيا كتدخل فيه طايح الظلام بالنهار، ماشي دونك التطور العيني كاين حاضر. من الناحيه الرقميه احنا في المساحه المده الزمنيه اللي كنهضروا عليها، مثلا في خلال هذه السنوات تبنات 20 مؤسسه سجنيه جديده. ملي كنقولوا تبنات ماشي لانه هذا هو الجواب فقط على المشاكل، ولكن هذا تحول في البنيه، لان ملي تحلات 20 سجن جديد تغلقات 19 مؤسسه سجنيه
القديمه اللي ما فيهاش مواصفات. حتى السجن تبنات مواصفات اكثر من هذه المواصفات الجديده. معلوم هذه المواصفات هنا ملي كتبنيها بطبيعه الحال كتستجب العدد من المواصفات، المساحه المخصصه لكل سجين، الضوء يكون خصو كيدخل للقاعات، فضاءات ديال اعداد الاكل، احداث الوحدات الطبيه داخل المؤسسات السجنيه. بالنسبه للاجنحه اللي فيها النساء احيانا تتكون مرافقه بطفل، دونك فضاء لهذا الطفل، هذا الشيء كله هذاك اللي كيزور السجون وكيعاين اشنو جاري فيها كيلقى هذه المواصفات الجديده في المؤسسات بطبيعه الحال الى جانب الضوابط الامنيه المطلوبه، لان المؤسسه السجنيه هي مؤسسه لها دور ديال الامني ديالنا باش تضمنوا، وفي نفس الوقت لها دور تربوي. هذا هو السؤال، يعني كيف ممكن ان نجمع بين هذه المهمتين؟ بطبيعه الحال الجانب الردعي والجانب الزجري والجانب الامني الحاضر، ولكن في نفس الوقت ما يضمن حقوق النزلاء. تماما. والتوليفه هي ان هي راه بحالها بحال كيف ما كاينه في الفضاء العام، غير هي في فضاء مغلق اللي فيه ربما الصعوبه اكثر. والامكانيات البشريه محدوده، هذا يمكن نعاود نرجعوا ليه، لان توفير الضمانات للسجين باعتباره كائن بشري له عدد من الحاجيات والحقوق اللي خصها تكون مضمونه اللي ضمنها ليه الدستور والالتزامات ديال البلاد ديالنا، ولكن في نفس الوقت خص الانضباط، لان هنا عالم السجون كذلك فيه عالم ديال العقاب على جريمه احيانا في الجل ديالو، ولو اننا تنعرفوا بان في سجون المغرب 45% ديال الناس في الاعتقال الاحتياطي كينتظروا يتحاكموا. دونك هاد الصعوبه هنا فين كتكمن من هاد الزاويه. دونك المؤسسات كتوفر شروط جديده اللي بطبيعه الحال الطبيه وهذاك الشيء كله ارقام مضبوطه تمايا واضحه في كمؤشرات ديال مدى التطور. الارقام ما عندكش، كيف غادي ملي كتقول بانه الميزانيه مثلا ديال التغذيه كانت من قبل 12 درهم ولا 23 درهم، هذه مؤشرات كاينه في الميزانيه الماليه، ما غاديش نكونوا كنكذبوا فيها. ملي كنقولوا شحال تخصصات الادويه هذه حتى هي معطيات ملموسه، لان الاطباء هما اللي كيجار هذا اللي كيدبروا هذا الواقع. شحال من واحد داز في المستشفى، شحال من كشف تم، شحال من حمله الى اخره، هذا الشيء بالاسماء ديال الناس. لان الاهم في هذه الفضاءات هي التوثيق، لان كل حاجه خصك توثقها، لان ملي تخضع للمراقبه سواء المراقبه الاداريه الداخليه او المراقبه الخارجيه ديال الجهات المكلفه او المراقبه الدوليه حتى، خص تكون المعطيات متوفره. ملي كتجي ليها مثلا في الورشات اللي درنا ديال التمرين على زياره الاليات الدوليه او الوطنيه في مجال الوقايه من التعذيب، كان شبه تمرين من خلال معطيات فعليه، اي كنمشيو كندخلوا كنطلعوا على الريجيستر ديال التسجيل، كنشوفوا الحالات المرضى، كنمشيو للانفيرميري الى اخره. فهادشي مارسناه كتمارين اعداديه مع خبراء دوليين كذلك، ولكن هذه مؤشرات معطيات ملموسه. هل هو نميزوا بين جوج تقارير؟ كاين التقارير ديال الهيئات الامم المتحده، لان السجون في المغرب دابا ولات مفتوحه حتى الاليات ديال الامم المتحده، زارها المقرر الخاص بالتعذيب، زارتها مجموعة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي إلى آخره من الآليات. دونك هذه الآليات هي اللي كندويو عليها، والآن تفتح الباب إضافة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اللي تحدثت هنايا بحكم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري. من حق اللجنة ديال هذا البروتوكول على المستوى الأمم المتحدة حتى هي تزور هذه المؤسسات. دونك خصك من حيث التفاعل مع هذه الآليات خصك تكون انت مهيئ بعدا موجد من حيث التدبير، من حيث الضوابط المطروحه على مستوى المعايير الدوليه في الفضاء السجني، في اماكن الحرمان من الحريه، فيها السجن وغير السجن، فيها السجن والكوميساريه والمراكز ديال الطفوله الى اخره، مستشفيات الامراض العقليه كذلك، حتى
تدخل في هذا الصنف. فهنا هاد المواصفات خاصها تكون توفره وخاضعه لهاد المراقبه. يمكن منظمات دوليه تخرج على وهذا هو اللي شرط ليه في البدايه، كاين منظمات لا وطنيا ولا دوليا تصدر بيانات حول انتهاك كتعتبر حاله ديال انتهاك وقعت داخل سجن معين او في تتراكمها في خلال واحد 3 شهور ولا 4 وتصدر بيان تتعطي فيه هذه الصوره. انا كنعتقد بانه هذا الشيء ما يمكنش زعما ما كيعطيش واحد الامكانيه ديال التفاعل الايجابي مع المؤسسات لتطوير الاداء.